لما يبقى في انفصال بين الوالدين، ايه النصايح اللي محتاجين نقولها للاولاد في الفتره دي؟ هو من قبل الانفصال الحقيقه بنحب نتكلم مع الاولاد، يعني اول ما الاهل بيبتدوا ياخدوا الخطوه ان هم يفكروا في الانفصال، هنا لازم نفهم الطفل ايه اللي هيحصل عشان ما يتفاجئش. احنا محتاجين ان الطفل ما يحسش ان هو ايه اللي هيحصل فجاه، حياتي كلها بتتغير، انا متعود انام في مكان معين، ماما حواليا، بابا حواليا، كل الناس بتعمل لي حاجات معينه، فجاه الحياه شكلها بيتغير. ده في حد ذاته حاجه تقلق جدا الاطفال، فببقى محتاج ان انا افهمه يعني ايه طلاق. ممكن يكون هو سن صغير مش فاهم يعني ايه كلمه طلاق، لكن ممكن يفهم ان بابا هيبقى بيجي يزورنا بس مش هينام معانا في البيت مثلا، او ماما هدي يعني whatever الوضع اللي احنا هنتفق عليه. طيب بالنسبه لحاجتك، اكلك، شربك، مذاكرتك، كل الحاجات دي هنعمل فيها ايه؟ لازم نشرح له مين هيعمل كل الحاجات دي عشان يبقى مطمن، وهو هيبقى بيسال كتير ويفهم كتير، وممكن يعيد الاسئله كتير عشان يطمن، وكل مره بنجاوبه بنفس الاسئله. مهم ان دور بابا وماما يفضل مكمل معانا في حاله الانفصال، يعني حتى لو احنا خلاص ما بقيناش ازواج لكن احنا لازلنا الاب والام للطفل، فالمهم ان دورهم يفضل مكمل مع الطفل.